مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس الرياضية، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم واينما تواجدتم. هنا من قلب ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة احييكم، حيث سنعيش جميعا اطوار اولى الجولات الجولة السابعة او اولى المباريات الجولة السابعة من الدوري القطري لفئة الشباب. مباراة هذه الأمسية تجمع بين فريقي معيذر والأهلي، الفريقان معا بدأ بداية متعطرة في الدوري، واليوم يمنيان النفس في تدارك النتائج السلبية في الدورات السابقة. الأهلي في المركز ما قبل الأخير بنقطتين يتيمتين، ومعيذر في المركز الحادي عشر مناصفة مع مسمير بست نقاط. اليوم مباراة مهمة لكلا الفريقين، خاصة للعميد الأهلاوي الذي يعاني في أسفل الترتيب. الأهلي اليوم يدخل بالأسماء التالية في حراسة المرمى: النمبر 1 مروان بدر الدين، رباعي الدفاع رقم 2 عبد الله سمير 3، حسين الحيفي 23، محمد فاروق 7، فهد الحداد في وسط الميدان نجد الرباعي جابر صالح 21، 5 احمد حسين 12، محمد الخلف 69، خالد محمد، وفي الهجوم نجد الثنائي صالح المري 18، 10 عبد الله البطاوي. الفريق يقوده المدرب الاسباني خورخي بيريز صاحب 42 سنة. في المقابل معيذر يدخل بالتشكيلة التالية في حراسة المرمى: مطر السالم رقم 22، رباعي الدفاع 8، محمد المري 2، ظافر القحطاني 4، عبد الله محمد 6، عبد العزيز المري. في وسط الميدان نجد الرباعي 15 علي الغياثين، 10 ياسم حسن، 19 مالك حسن، 14 علي المري، وفي الهجوم نجد الثنائي 11 حمد سالم وابراهيم احمد رقم 20. الفريق يقوده المدرب السوري محمد راكان 40 سنة لهذا المدرب. مباراة يقودها الحكم علي الحداد 17 سنة، حكم منذ سنة 2015، يساعد عبد الله الشمري 19 سنة وخالد الشمري والآخر 18 سنة، فيما نجد خالد النابت والحكم الرابع لهذه المباراة. على يمين الشاشة يلعب نادي معيذر، وعلى اليسار نادي الأهلي بقمصانه الخضراء المعتادة. العميد الأهلاوي يعاني على مستوى الجدول الترتيب، وهو من يحتل المركز السادس عشر بنقطتين ثمينتين من تعادلين وثلاث هزائم، وبدون أي انتصار في الدوري حتى اللحظة. الأهلي سجل هدفين واستقبل ما مجموع 10 أهداف. أولى الركنيات من الجهة اليمنى، فرصة خطيرة والإبعاد من دفاع نادي المعيذر. مرة أخرى أهلاوية من الجهة اليمنى، الأهلي يضغط مع بداية المباراة، يريد تسجيل الهدف الأول مع البداية، ويريد أيضا تحقيق الانتصار في هذه المباراة، لأنه يعلم بأن الفارق النقاط فارق كبير وكبير جدا بينه وبين المتصدر نادي الغرافة. تصوروا الفارق يصل إلى 16 نقطة، الغرافة الذي يتصدر الدوري ب 18 نقطة، يلي نادي الدحيل ب 15 نقطة، والعربي ثالثا ب 13 نقطة، والريان والآخر بنفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع وبفارق النسبة فقط. رمية التماس من الجهة اليمنى لصالح نادي معيذر أبناء هذا المدرب محمد راكان، المدرب السوري، لاعب سابق في الدوري السوري رفقة نادي الشرطة السوري، سبق له أيضا اللعب لشبان نسور قاسيون سنة 2000-2001، درب نادي الشرطة السوري وقاد أيضا نادي الجيش السوري كمدرب من سنة 2005 إلى سنة 2007. بداياته هنا في قطر، درب من خلالها نادي الخور فئة تحت 14 سنة موسم 2007-2008، ويتواجد رفقة نادي معيذر منذ سنة 2008، وصل معه هذه السنة إلى نهائي البطولة التنشيطية ضد الفهود الغرفوية. هنا الركنية خطيرة بالنيران الصديقة، كان ممكن أن نتابع الهدف الأول لنادي الأهلي. حكم المباراة السيد علي الحداد يقول ركنية، شوف الكرة الماضية
والخطأ الذي كان حاضرا عن طريق اللاعب ظافر القحطاني في اللقطة الماضية، حاول إبعاد الكرة لكن كان بإمكانه أن تشكل الخطورة على شباك مطر السالم. علينا الركنية هذه المرة هي الثالثة، تنفذ الكرة خطيرة لكنها سهلة بين يدي الحارس مطر السالم. قلت بأنه معيذر هو الآخر يعاني في الدوري، ولو أنه أفضل حال من نادي الأهلي وهو من يحتل المركز الحادي عشر بست نقاط من انتصارين وثلاث هزائم. معيذر يبقى بدون تعادل حتى اللحظة في الدوري، وهو من لعب حتى اللحظة خمس مباريات بحكم أنه أعفي من إجراء مباراة في الجولة الرابعة. معيذر بعشر أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا. كرة دائما آلوية من الجهة اليسرى، تنفذ الكرة في وسط الميدان على انطلاق البحث عن الوان تو، تضيع تعود مرة أخرى لعناصر نادي معيذر، بحث عن التمريرة الطويلة والبحث عن المهاجم إبراهيم أحمد، أحد أهم اللاعبين في صفوف نادي معيذر، اللاعب الذي يعتمد عليه نادي معيذر خاصة من الناحية الهجومية، خاصة رفقة حمد سالم، يعني لاعب كان حاسم في الكثير من المباريات وهو هداف الفريق. ضربة خطأ الآن لصالح نادي معيذر في المناطق الخلفية، تنفذ الكرة من عبد الله محمد، يبحث عن إبراهيم أحمد، تعود مرة أخرى لصالح عناصر نادي الأهلي. فهد الحداد يمرر الكرة دائما من الجهة اليسرى، محاولة الانطلاقة، حكم المباراة يقول ضربة خطأ أهلاوية من الجهة اليسرى لصالح اللاعب عبد الله. سمير ممنا في اللقطة الماضية تنفذ الكرة، تعود من دفاع نادي معيذر، دائما صراع كبير جدا والبحث عن الهدف الأول للعميد الأهلاوي، دائما محاولة توغل، تحضر الكرة بهذه الطريقة، ما زالت الخطورة التمريرة على بينية لكن الكرة خارج المستطيل الأخضر، وبالتالي ضربة مرمى لصالح نادي معيذر. في الدوري حتى اللحظة تم تسجيل ما مجموعه 175 هدفا في 48 مباراة لعبت حتى اللحظة، أي بمعدل 3.6 أهداف في المباراة الواحدة. الحصة الأكبر من الأهداف تبقى للمتصدر نادي الغرافة ب 30 هدفا من 6 مباريات بمعدل 5 أهداف في المباراة الواحدة. في المقابل يعتبر نادي الخريطيات متديل الترتيب أضعف خط هجوم في الدوري بهدف وحيد سجله في الجولة الماضية على نادي المرخية. الخريطيات كما قلت يعتبر أيضا أضعف خط دفاع، وهو من تلقت شباكه 26 هدفا من 5 مباريات. في المقابل يعتبر المتصدر نادي الغرافة أقوى دفاع في الدوري، وهو من استقبلت شباكه هدف وحيد من 6 مباريات كان أمام نادي معيذر في الجولة الماضية في مباراة انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف للفود الغرفاوية. وبالتالي الأرقام تقول بأنه الغرافة يسيطر على الدوري على مستوى النقاط وأيضا على مستوى عدد الأهداف المسجلة وعدد المباريات التي انتصر فيها النادي الغرافة، بحكم أنه انتصر في كل مبارياته الستة. أذكر بأنه هنالك فرق خاضت 5 مباريات فقط من مجموع 6 جولات مثل نادي الشحانية ونادي العربي، بالإضافة إلى نادي معيدر الذي يخوض اليوم مباراته السادسة. في المقابل نادي الأهلي والآخر يخوض مباراته السادسة. الخريطيات متديل الترتيب، هو الآخر خاض فقط 5 مباريات من مجموع 6 جولات، على اعتبار بأنه عدد فرق الدوري 17 فريقا، وبالتالي في كل جولة يتم إعفاء فريق معين من خوض مباريات هذه الجولة. الأهلي هو من أعفي من الجولة الأولى، وبسمير لم يجري مباريات الأسبوع الثاني. في المقابل الخريطيات أعفي من مباريات الأسبوع الثالث، ومعيذر أحد طرفي هذه المباراة لم يجري مباراته في الجولة الرابعة.
والشحانية والآخر في من إجراء مباراته في الأسبوع الخامس، والعربي هو من أعفي الأسبوع الماضي من إجراء مباريات الجولة السادسة. كرة دائما أهلاوية، حكم المباراة يقول ضربة مرمى لصالح نادي معيذر. هذا الحكم الذي قلت بأنه يبلغ من العمر 17 سنة، وهو من قاد نهائي البطولة التنشيطية هذه السنة بين الغرافة ومعيذر، اليوم يقود مباراته الثالثة لنادي معيذر والأولى لنادي الأهلي. قاد مباراتين في كأس كيو اس ال، الأولى بين المرخية وأمصلال والثانية بين الخور والخريطيات. كرة دائما للدفاع، تعود مرة أخرى لعناصر نادي الأهلي، هذه المرة من الجهة اليمنى. الأهلي الأخطر مع بداية المباراة، الأكثر إصرارا أيضا على الوصول إلى شباك الحارس مطر سالم، ومعيذر يبحث عن الهجمات المرتدة السريعة. تلعب الكرة الوان تو الانطلاقة من الجهة اليسرى، والدفاع يتدخل ويترك الكرة تخرج إلى خارج رقعة الميدان، وبالتالي ضربة مرمى لصالح نادي الأهلي. تلاحظون بأن نادي معيذر يحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، أبناء هذا المدرب خورخي بيرس أكثر ضغطا والأكثر بحثا أيضا عن الوصول إلى شباك فريق معيذر، بحكم أنه كما قلت الهزيمة اليوم غير مقبولة، حتى التعادل ربما يعتبر بطعم الهزيمة. هنا كرة خطيرة لنادي معيذر، المراوغة من الجهة اليسرى، تنفذ الكرة والدفاع يتدخل، وبالتالي تخرج الكرة إلى الركنية. شوف الكرة الماضية والخطأ من حارس المرمى، واللاعب إبراهيم حمد حاول في اللقطة الماضية أن يمضغ شباك الحارس مروان بدر الدين. سرعة كبيرة جدا لهذا اللاعب ومهارة فردية استثنائية، وأكيد المدرب الإسباني خورخي يعلم هذا الأمر. الرأسية حاضرة في اللقطة الماضية من ظافر القحطاني أمامنا على الصورة، عميد الفريق حاول في اللقطة الماضية الوصول إلى شباك نادي الأهلي برأسية مركزة. شوف اللقطة الماضية والارتماع من الحارس مروان بدر الدين، لكن الكرة كانت محادية. تعود أهلاوية هذه المرة من الجهة اليمنى، تنفذ الكرة دائما لصالح دفاعات نادي معيذر في وسط الميدان، دائما أهلاوية الوان تو، والبحث عن إخراج فريق معيذر من التكتل الدفاعي. كرة دائما أهلاوية من الجهة اليمنى، الانطلاقة محاولة المراوغة، تصل الكرة دائما للمتعلق صالح المري، تضيع تعود لدفاع نادي معيذر الذي يدافع في هذه اللحظات، ونادي الأهلي يضغط دائما بحثا عن الهدف الأول في وسط الميدان للعميد الأقرب إليه اللاعب حسين الصيفي أمامنا على الصورة، يحضر الكرة دائما في وسط الميدان لنادي الأهلي. هذه فرصة خطيرة جدا للعميد، تنفذ الكرة أقصى الجهة اليمنى للعميد الأهلاوي، دائما محاولة التحضير، محاولة المراوغة، التمرير من فهد الحداد، والكرة السهلة بين يدي الحارس مطر سالم. سقوط أحد لاعبي نادي معيذر في اللقطة الماضية، الاحتكاك من ظافر القحطاني، وبالتالي الحارس يخرج الكرة إلى خارج رقعة الميدان لتقديم الإسعافات الأولية للمدافع نادي معيذر. شوف الكرة الماضية والاحتكاك بين المدافع ظافر القحطاني ومهاجم نادي الأهلي خالد محمد في اللقطة الماضية. الكابتن ظافر القحطاني يعتمد عليه النادي في الكرات الثابتة والكرات العرضية الطويلة، خاصة الكرات العليا، بحكم أنه يجيد التعامل مع الكرات العرضية ويجيد أيضا الضربات الرأسية. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح نادي معيذر، دائما عن طريق هذا الخطير الشبح إبراهيم أحمد يحصل على الخطأ، ضربة خطأ يعني بعيدة نوعا ما عن مرمى الحارس مروان بدر الدين.
صراعات كبيرة طبعا حاضرة في هذه المباراة بين المهاجمين والمدافعين. الدفاع يتدخل مرة أخرى أهلاوية في وسط الميدان الأقرب إليها مدافع نادي المعيذر. تبعد من عبد العزيز المري تصل إلى وسط الميدان دائما للاعب علي الغياثين. يحضر الكرة تضيع تعود مرة أخرى جابر صالح. جابر من الجهة اليسرى. جابر الجناح الأيسر لنادي الأهلي دائما في وسط الميدان دائما للعميد أقصى الجهة اليمنى لكن الأقرب إليه عبد العزيز المري. تعود الكرة في وسط الميدان. صراع كبير جدا بين الفريقين في هذه المباراة. طبعا يعلمان تمام العلم بأنها مباراة مهمة لكلا الفريقين. يعني الخسارة في هذه المباراة يعني غير مسموحة لكلا الفريقين خاصة نادي الأهلي نادي العريق الذي يحتل المركز ما قبل الأخير بنقطتين. معيذر والآخر يريد تحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة التاسعة ومزاحمة نادي الوكرة وتجاوز أيضا الشحانية وأم صلال والمرخية. لكن في انتظار طبعا مباريات هذا الأسبوع وبماذا ستجود. هنا حكم المباراة يقول ضربة خطأ وبطاقة صفراء للاعب حمد سالم. أمامنا على الصورة بعد التدخل في الكرة الماضية من أمام أحمد حسين. العرقلة بهذه الطريقة وبالتالي حكم المباراة لا يتردد ويعلن عن ضربة خطأ خارج مربع العمليات من الجهة اليمنى. ضربة خطأ للعميد الأهلاوي. هل يتم استغلال أولى الكرات الثابتة للعميد الأهلاوي الذي يبحث اليوم عن تسجيل أولى الأهداف في الدقائق الأولى والدخول ما أمكن إلى أجواء المباراة. تنفذ الكرة خطيرة جدا والحارس يتدخل. كرة خطيرة جدا في اللقطة الماضية والتدخل كان ثنائي بين الحارس والمدافع. لا الحارس هو من تدخل الكرة. نفذت من اللاعب فهد الحداد في اللقطة الماضية كانت مقوسة وارتماء أكثر من رائعة من مطر سالم. أمامنا على الصورة حارس ممتاز حتى اللحظة يقدم مباراة جيدة. ركنية من الجهة اليمنى تنفذ الكرة لكن بدون أي عنوان من اللاعب عبد الله أو عبد الرحمن بطاوي. تخرج الكرة ضربة مرمى لصالح هذا الحارس مطر سالم. شوف اللقطة الماضية شوف الكرة كيف صوبت وكيف نفذت من فهد الحداد وباراد أكثر من رائع أمانة من الحارس مطر سالم. كرة دائما في وسط الميدان للأهلي. تنفذ الكرة التمريرة حاضرة من الجهة اليمنى. ممكن تحضير الكرة من فهد الحداد. كرة خطيرة ما زالت ممكن جول. يتدخل الدفاع. خطيرة جدا هذه الكرة في اللقطة الماضية. الأهلي يضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل الوصول إلى شباك نادي معيذر. كرة دائما عن طريق عبد العزيز المري من الجهة اليسرى. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح عبد العزيز وفي على هذا اللاعب أحمد حسين هو من تدخل في اللقطة الماضية وبالتالي ضربة خطأ يقول حكم المباراة من الجهة اليسرى تحت أنظار المدرب خورخي بيرس. ضربة خطأ من الجهة اليسرى في التنفيذ المدافع عبد الله محمد. عبد الله ينفذ الكرة دائما تصل إلى الجهة اليسرى. حكم المباراة يقول ضربة خطأ. ضربة خطأ هذه المرة لنادي معيذر. التدخل في حق اللاعب علي المري من جانب اللاعب محمد الخلف في اللقطة الماضية. حكم المباراة يقول ضربة خطأ من خارج مستطيل العمليات. هذه المرة من الجهة اليسرى ولصالح نادي معيذر. هل تأتي هذه الكرة بالجديد وهل نتابع الهدف الأول قبل نهاية العشرين دقيقة الأولى من عمر الجولة الأولى. ضربة خطأ دائما لنادي معيذر في انتظار صافرة علي الحداد. تنفذ الكرة خطيرة جدا والحارس مروان بدر الدين يتدخل في لقطة جميلة جدا ويرد على الحارس مطر سالم. شوف الكرة كيف نفذت من اللاعب باسم حسن في اللقطة الماضية والتدخل جميل جدا من مروان بدر الدين الحارس الثاني للعنابي القطري.
للشباب. ركنية دائما من الجهة اليسرى تنفذ الرأسية حاضرة، لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة. معيد رياض غد في هذه اللحظة تصل الكرة لعبد الله محمد، يمررها بدور لعبد العزيز المري من الجهة اليسرى. حكم المباراة يقول لمسة يد إصابة اللاعب فهد الحداد في اللقطة الماضية. سلامات، كرة كانت قوية جدا في اتجاه بطن اللاعب فهد الحداد. إصابة اللاعب في انتظار طبعا تقديم الإسعافات الأولية. كرة طبعا لم تكن مقصودة من اللاعب عبد العزيز المري. شوف الكرة الماضية، حاول التغطية على وجهه بكلتا يديه، لكنه أصيب في نهاية المطاف بكرة قوية جدا من عبد العزيز المري. سلامات لفهد الحداد الذي ينهض في هذه اللحظات لاستئناف مجريات المباراة. ضربة خطأ الآن لنادي معيدر في التنفيذ، نفس اللاعب رقم 10 تنفذ الكرة دائما داخل مستطيل العمليات للتحضير من اللاعب حمد سالم، لكن الكرة تخرج رمية تماس بعد التدخل من المدافع محمد فاروق. تنفذ رمية تماس بسرعة من الجهة اليمنى دائما، تصل دائما للاعب علي الغياثين، يعيدها للمدافع عبد الله محمد. عبد الله التحضير، حكم المباراة يقول ضربة خطأ في وسط الميدان لصالح نادي معيدر الذي يضغط في هذه اللحظات ويريد أن يرد على هجمات نادي الأهلي الذي كان قريب جدا مع بداية المباراة في الوصول إلى شباك الحارس مطر سالم. تنفذ الكرة مباشرة بهذه الطريقة، فرصة خطيرة، كلا فرصة خطيرة في اللقطة الماضية عن طريق اللاعب إبراهيم أحمد أمامنا على الصورة. أخطر عنصر في صفوف نادي معيدر، شوف الكرة الماضية، شوف التحضير ثم التصويب، لكن الحارس مروان بدر الدين يغير اتجاه الكرة إلى الركنية. كرة كانت خطيرة جدا يعني لصالح نادي معيدر. الركنية دائما من الجهة اليمنى تنفذ بهذه الطريقة، ما زالت خطيرة، تصل دائما لمعيدر الأكثر ضغطا. هنا فرصة لبناء هجمة مرتدة سريعة، ممكن تحضير الكرة في الجهة اليمنى، دائما التمرير لكن التأخر كان من المهاجم، وبالتالي الكرة تقطع. لكن قبل ذلك حكم المباراة قال ضربة خطأ لصالح نادي الأهلي في وسط الميدان. ضربة خطأ أهلاوية، تحضر الكرة في الجهة اليمنى فهد الحداد. فهد الحداد التمرير والتوزيع في اللقطة الماضية، حكم المباراة يقول رمية تماس، ومحمد ركان على أعصابه حتى اللحظة. كرة تنفذ دائما من الجهة اليمنى، الأهلي الأقرب في هذه اللحظات، ممكن المراوغة، المراوغة حاضرة، تحضر دائما أهلاوية للعميد، وان تو جميلة جدا مرة أخرى، ما زالت خطيرة لكن تقطع الكرة من مدافعي نادي معيدر في هذه اللحظات. يعتمدون على الدفاع بشكل كبير جدا، لكن لديهم سرعة كبيرة جدا في الانتقال من المنطقة الدفاعية إلى المنطقة الهجومية بحضور طبعا علي الغياثين وعلي المري في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى. كرة دائما لنادي معيدر، تحضر الكرة، تضيع مرة أخرى، تعود أهلاوية، محاولة المراوغة مرة أخرى، كرة ضائعة هذه المرة لنادي معيدر. كرة جميلة جدا أقصى الجهة اليمنى عن طريق إبراهيم أحمد، إبراهيم يحاول المراوغة، تصل الكرة دائما حمد سالم، تحضر الكرة، فرصة جول والهدف في هذه اللحظات. لكن قبل ذلك حكم المساعد أعلن عن تسلل أمامنا على الصورة. خالد الشمري، شوف الكرة الماضية كيف لعبت، طبعا تسلل واضح وقرار سليم وصحيح 100% من المساعد الأول خالد الشمري. حكام شباب يقودون مباريات دوري الشباب، مهم جدا طبعا هذه البطولة، هي فرصة للاعبين الشباب وأيضا للحكام الشباب. هنالك حكام خريجي من أكاديمية الأسباير وأيضا حكام يعني في مقتبل العمر. علي الحداد حكم هذه المباراة 17 سنة، يعني حكم ينتظر مستقبل كبير وكبير جدا. هذه اللقطة الماضية التي
أصيب من خلالها اللاعب محمد الخلف. وهذه إعادة الكرة الماضية والتدخل أكثر من رائع من مروان بدر الدين. كرة جميلة جدا، بارات جميل جدا أمانة من الحارس مروان بدر الدين الذي يتلقى التحية من أحمد حسين. وهذه فرصة الأخطر في المباراة حتى اللحظة من جانب اللاعب إبراهيم أحمد الذي كان قريب جدا من الوصول إلى شباك نادي الأهلي، لكن مرة أخرى تدخل جميل من مروان بدر الدين الذي غير اتجاه الكرة قبل أن تصد بالقائم الأيسر لمرمى هذا الحارس مروان بدر الدين. تعود الكرة دائما لنادي معيذر من الجهة اليسرى الأقرب إلى عبد العزيز المري. عبد العزيز المري يحضر الكرة دائما في الجهة اليسرى دائما لنادي معيذر. المراوغة من علي المري تصل لعبد العزيز مرة أخرى، والتدخل حاضر من أحمد حسين في اللقطة الماضية وبالتالي رمي التماس. صراعات بدنية كبيرة جدا بين لاعبي الفريقين. رمي التماس لنادي معيذر تنفذ بسرعة علي المري، تعود من دفاع نادي الأهلي وتخرج مرة أخرى. الرمية جانبية أمامنا على الصورة، المدرب خورخي بيريس المدرب الإسباني، مدرب سابق في أكاديمية فياريال، درب نادي فياريال فئة الشباب. هذا الموسم يعتبر الموسم الثالث له مع العميد الآلاوي، وهو من التحق سنة 2014 بالفئات السنية لنادي الأهلي. رمي التماس من الجهة اليسرى تنفذ من عبد العزيز المري. عبد العزيز مرة أخرى مجهود كبير تضيع، تعود مرة أخرى أهلاوية، تحضر الكرة بينية في وسط الميدان دائما، ممكن التمرير البينية يتريت ويختار المراوغة. المتابعة دائما من دفاع نادي معيذر من الجهة اليسرى دائما صراع كبير جدا. التحضير لكن المتابعة من عبد الله محمد الذي يبعد الكرة إلى رمي التماس. يبدو بأننا سنتابع أولى التغييرات لنادي الأهلي، دخول اللاعب أسامة شمس أمامنا على الصورة مكان اللاعب محمد الخلف. أسامة شمس رقم 20، ربما إصابة اللاعب محمد الخلف في اللقطة الماضية أجبرت المدرب الإسباني خورخي بيرس على إجراء أولى التغييرات في هذه المباراة. شوف اللقطة الماضية والصراع البدني الكبير بين حمد سالم وأحمد حسين. حكم المباراة يقول ضربة خطأ في المناطق الدفاعية لنادي المعيدر في تنفيذ عبد الله محمد. عبد الله تنفذ الكرة، تعود مرة أخرى لدفاع نادي الأهلي، تخطف الكرة، التصويبة حاضرة من إبراهيم أحمد لكن الكرة يعني في الشباك الخارجية. شوف الكرة الماضية، شوف الانطلاقة من المتألق إبراهيم أحمد الذي صوب الكرة لكن يعني كانت في اتجاه الشباك الخارجية من الجهة اليمنى للحارس مروان بدر الدين. حقيقة إبراهيم أحمد لاعب بإمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، يقدم الإضافة لنادي معيذر في الدوري حتى اللحظة. أخطر عنصر وأكثر عنصر يتحرك على رقعة الميدان إبراهيم أحمد وصاحب الأخطر فرصة في المباراة حتى اللحظة. رمية التماس من الجهة اليسرى أهلاوية تنفذ بسرعة دائما في وسط الميدان، تخرج مرة أخرى في التنفيذ دائما اللاعب فادل حداد أمام أنظار المدرب محمد ركان. تنفذ الكرة الانطلاقة، السرعة حاضرة من الجهة اليسرى، هذه المرة فرصة خطيرة جدا والإبعاد من الدفاع، ما زالت الكرة حاضرة. حكم المباراة يقول ضربة ركنية من الجهة اليسرى. شوف الكرة الماضية وشوف السرعة الانطلاقة، التحضير بهذه الطريقة لكن التدخل أكثر من رائع من ظافر القحطاني أمامنا على الصورة. عميد الفريق مجهود كبير جدا على مستوى الدفاع لهذا اللاعب. ركنية الآن من الجهة اليسرى، تنفذ الكرة ما زالت خطيرة والدفاع يتدخل، صراع كبير جدا والبحث عن الهدف الأول لنادي الأهلي في هذه اللحظات. محاولة التمرير تعود مرة أخرى
لنادي معيد هذه المرة من الجهة اليمنى. فرصة التصويب، التصويب حاضرة لكن الحارس يتدخل في اللقطة الماضية أمام هذا اللاعب فهد الحداد الذي حاول مباغتة مطر سالم في الكرة الماضية. شوف الكرة كيف صوب اللاعب على يمين الحارس، لكن الحارس يغير اتجاه الكرة للركنية. ركنية تنفذ بسرعة من الجهة اليسرى للعميد الآلاوي، التحضير بهذه الطريقة والمتابعة، لكن الكرة تغادر رقعة الميدان وبالتالي ضربة مرمى لصالح نادي معيدر. نادي معيدر الذي بدأ الدوري بهزيمة ثقيلة أمام نادي الريان بحصيلة 4 أهداف مقابل هدفين بعد حقق انتصارين متتاليين. أولى الانتصارات كان أمام الشمال في الجولة الثانية بهدفين لهدف، وثاني الانتصارات أمام الجريح نادي الخور ب5 أهداف مقابل هدف في المقابل الجولة الخامسة. انهزم فيها نادي معيدر بثلاثية نظيفة أمام الملك القطراوي، وانهزم في الجولة الماضية أمام نادي الغرافة ب4 أهداف مقابل هدف في المقابل. أولى مباريات النادي الأهلي كانت في الجولة الثانية على اعتبار بأنه أعفي من إجراء الجولة الأولى. الجولة الثانية التي انتهت لصالح نادي المرخية بهدف للصفر، وفي ثالث الجولات الأهلي انهزم أمام التحيل ب2 أهداف وانتصر على الغرافة بسداسية نظيفة في الأسبوع الرابع. وفي الجولة الخامسة تعادل مع الشمال وتعادل مع أم صلال بعد ذلك في الجولة الماضية بنتيجة 0-0، وبالتالي الأهلي قادم من تعادل سلبي ونادي معيدر قادم من هزيمة كبيرة وكبيرة جدا أمام المتصدر وحش الدوري حتى اللحظة نادي الغرافة ب18 نقطة. الانطلاقة من الجهة اليسرى لنادي معيدر، تحضر الكرة دائما، محاولة البحث عن الجهة اليمنى دائما لنادي معيدر. على التمرير بهذه الطريقة، فرصة خطيرة، فرصة خطيرة جدا، لكن أعتقد بأن الراية كانت حاضرة في اللقطة الماضية من الحكم خالد الشمري. شوف الكرة الماضية، حقيقة رؤية أكثر من رائعة من هذا الحكم، رؤية جميلة جدا وتحرك أكثر من رائع. هنا كرة خطيرة من الجهة اليسرى، التصويبة حاضرة من علي المري. علي المري حاول في اللقطة الماضية الوصول إلى شباك الحارس مروان بدر الدين. كنت تحدث على أن الحكم أمانة الحكم المساعد الأول يقدم مباراة أكثر من رائعة، كل تدخلاته جميلة. هذه اللقطة الماضية التي حاول من خلالها علي المري الوصول إلى شباك مروان بدر الدين. ركنية الآن، الرأسية حاضرة، الاحتكاك البدني حاضر، والحارس مروان في المكان المناسب. معيذر يبدو الأخطر من خلال الفرص التي تتاح للنادي، لكن الأهلي الأفضل نسبيا من ناحية الاستحواذ على الكرة ومن ناحية أيضا على البحث عن شباك الحارس مطر سالم. لنادي الأهلي دائما في وسط الميدان، تحضر الكرة في الجهة اليسرى، 33 دقيقة حتى اللحظة، تنفذ الكرة، تصل إلى اللاعب علي المري في وسط الميدان، الوانتو البحث عن المراوغة، تمويه أكثر من رائع، تحضير أكثر روعة في وسط الميدان دائما لنادي معيدر، تصل الكرة لإبراهيم أحمد لكن الدفاع يتدخل، تعود أهلاوية دائما في وسط الميدان من الجهة اليسرى، إعادة الكرة للدفاع ضائعة بدون أي عنوان للاعب مالك حسن. مالك في وسط الميدان تضيع منه والآخر، تصل إلى اللاعب أحمد حسين، تعود مرة أخرى حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح نادي الأهلي في اللقطة الماضية بعد التدخل الذي كان حاضر من اللاعب رقم 15 علي الغياثي. شوف اللقطة الماضية وشوف التمريرة من اللاعب باسم حسن، أمامنا على الصورة حمد سالم الذي كان وراء الفرصة الماضية، سقوط اللاعب حسين الصيفي في اللقطة الماضية.
سلامات أو حسين الحيفي يسقط في اللقطة الماضية في انتظار طبعا تقديم الإسعافات الأولية للمدافع نادي الأهلي. أذكر بأن حامل اللقب هو نادي السد الذي توج الموسم الماضي على حساب نادي الغرافة في موسم احتل من خلاله نادي الوكرة صاحب هذا الملعب ملعب سعود بن عبد الرحمن المركز الثالث. السد توج أيضا في الموسم ما قبل الماضي على حساب نادي أم صلال الذي حل وصيفا والتحيل ثالثا أو الأخوية في مسمى القديم. الأهلي كان وصيفا للدوري موسم 2011-2012 لما توج الريان باللقب والغرافة حل ثالثا. الدوري آنذاك كان يلعب فقط بعشر فرق. تنفذ الكرة دائما لنادي معيدر لكن الكرة سهلة بين يدي مروان بدر الدين. السد بثلاث ألقاب توج أيضا بموسم بلقب موسم 2008-2009 والعربي توج 2009-2010. الريان توج والآخر ثلاث مرات موسم 2010-2011-2011-2012 وأيضا موسم 2013-2014. في المقابل الغرافة توج مرة واحدة كان موسم 2014-2015 والسيلية مرة واحدة موسم 2012-2013. هنا كرة خطيرة التحضير من الجهة اليمنى. الدفاع يتدخل مرة أخرى في وسط الميدان للعميد الأهلاوي المراوغة. التحضير دائما للمتألق دائما رقم 10. فرصة خطيرة من المهاجم عبد الرحمن بطاوي. تعود الكرة من الجهة اليمنى تحضر الكرة من فهد الحداد في وسط الميدان دائما الانطلاقة فرصة لبناء هجمة مرتدة لنادي معيذر. السرعة حاضرة دائما في اتجاه الخطير إبراهيم أحمد. إبراهيم أحمد من الجهة اليمنى إبراهيم يحاول المراوغة مع ثلاث لاعبين ثلاث مدافعين يحضر الكرة وحكم المباراة يقول ضربة خطأ. ضربة خطأ لصالح نادي معيذر في اللقطة الماضية بعد تدخل اللاعب خالد محمد في اللقطة الماضية وبالتالي حكم المباراة لم يتردد وأعلن عن ضربة خطأ. التدخل كان في حق اللاعب باسم حسن. شوف الكرة الماضية باسم الذي تلقى الكرة من إبراهيم أحمد وحاول التصويب لكن خالد محمد لاعب وسط ميدان هجومي هو من اعترض سبيله وبالتالي ضربة خطأ لصالح نادي معيذر. هذه المرة ليست بالبعيدة الأقرب إليها المايسترو باسم حسن. هل يسجل الهدف الأول لنادي معيذر والأول في هذه المباراة من ضربة خطأ مباشرة في انتظار طبعا صافرة علي الحداد. باسم حسن باسم ينتظر الإشارة باسم يتريث باسم يصوب باسم الكرة خطيرة جدا في اللقطة الماضية لكنها تعلو الأخشاب لم تكن بعيدة عن مرمى الحارس. مروان بدر الدين شوف الكرة الماضية حاول أن ينفذها بطريقة احترافية في الجهة اليمنى على يسار الحارس مروان بدر الدين لكن الكرة علت الأخشاب وبالتالي ضربة مرمى لصالح نادي الأهلي. تنفذ بسرعة التحضير دائما في وسط الميدان أهلاوية دائما ممكن التمرير نعم في الجهة اليسرى لنادي الأهلي فهد الحداد تحضير الكرة لكن الأقرب إليها الحارس مطر سالم. مطر بدوره يمرر الكرة لمحمد المري من الجهة اليمنى. التحضير الـ 1-2 مع اللاعب مالك حسن دائما في الجهة اليمنى الانطلاقة تحضر الكرة ما زالت خطيرة فرصة خطيرة فرصة خطيرة فرصة خطيرة جدا عن طريق إبراهيم أحمد في اللقطة الماضية. أمانة كانت أمامه فرصة لافتتاح نتيجة هذا اللقاء ولافتتاح الحصة التهديفية فرصة وانفراد مع الحارس مروان بدر الدين. اختار المراوغة على مرتين ولو أنه كان أمامه فرصة للتسجيل الهدف من الكرة الأولى. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح نادي معيدر من الجهة اليمنى. الأخطر حتى اللحظة
أمام أنظار المدرب الإسباني خورخي بيريس. ضربة خطأ من الجهة اليمنى لنادي المعيذر للفريق البنفسجي. تنفذ الكرة من باسم حسن والدفاع يتدخل وركلة جزاء. حكم المباراة يقول ضربة جزاء في هذه اللحظات، ضربة جزاء في اللقطة الماضية. هل كانت هنالك لمسة يد؟ هل كانت هنالك لمسة يد؟ شوف الكرة كيف نفذت في اللقطة الماضية، لمسة يد واضحة، لمسة يد واضحة على اللاعب رقم 10 عبد الرحمن بطاوي. عبد الرحمن بطاوي الذي حاول في اللقطة الماضية إبعاد الكرة لكنها ارتطمت بيده اليمنى، وبالتالي ضربة جزاء لصالح نادي معيدر الذي قلت بأنه قبل لحظات الأقرب إلى الوصول إلى شباك نادي الأهلي. في تنفيذها باسم حسن المايسترو أمام العنكبوت مروان بدر الدين. هل يسجل الهدف الأول في هذه المباراة أم أنه لحارس نادي الأهلي أرى أخرى؟ باسم حسن، باسم حسن، جول 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 جول. الهدف الأول لنادي معيدر في هذه اللحظات عن طريق الكابتن والمايسترو باسم حسن يسجل الأهداف هذه المباراة من ركلة جزاء. شوف الكرة كيف نفذت، وضعها في المكان الأكثر من رائع في الجهة الوسطى للحارس مروان بدر الدين، فتح قدمه والحارس ينتمي للجهة يرتمي للجهة اليسرى في اللقطة الماضية. وبالتالي الهدف الأول في هذه المباراة عن طريق باسم حسن ولصالح نادي معيدر. شوف اللقطة الماضية والاحتفال بهذه الطريقة يهدي القبلة لكل جماهير نادي معيدر، ويريد أن يهديهم نقاط هذه المباراة كاملة والوصول إلى النقطة التاسعة والتقدم في جدول الترتيب. لكن الأهلي يعاني في جدول الترتيب واليوم لن يسمح بخسارة هذه المباراة. على أي الكرة دائما لنادي معيدر، تحضر الكرة من الجهة اليمنى، ممكن التصويبة، التصويبة حاضرة لكن الكرة تعلو الأخشاب في اللقطة الماضية من اللاعب علي الغياثين الذي حاول مباغتة الحارس مروان بدر الدين بتصويبة قوية جدا لكنها افتقدت للدقة اللازمة. تعود الكرة دائما في وسط الميدان، تضيع، تعود أهلاوية دائما. الأهلي سيبحث في هذه اللحظات عن ردة الفعل، عن الرياكشن. ضربة خطأ في وسط الميدان لصالح اللاعب صالح المري بعد التدخل من نجم المباراة باسم حسن. من الجهة اليمنى دائما فهد الحداد يحضر الكرة، ما زالت خطيرة، فرصة، فرصة خطيرة جدا، فرصة خطيرة جدا للعميد الأهلاوي في اللقطة الماضية كانت عن طريق صالح المري. شوف الكرة الماضية، استلم الكرة على بغتة من المدافعين وصوب بدون أي تركيز والكرة تعلو الأخشاب. كانت فرصة مناسبة، لم يتمكن من الكرة كفاية حتى يضع في شباك الحارس مطر سالم، وبالتالي حكم المباراة يقول في هذه اللحظات ضربة خطأ من الجهة اليمنى لنادي الأهلي. سقوط حارس نادي معيدر في اللقطة الماضية، والمدرب محمد ركان أكيد حتى اللحظة يحقق المبتغى الذي دخل من خلال نادي معيدر هذه المباراة، وهو التسجيل والفوز بنقاط هذه المباراة. ولو أننا لازلنا في دقائق الجولة الأولى، شوف اللقطة الماضية والاحتكاك البدني الكبير جدا بين مدافع نادي معيدر عبد العزيز المري. حكم المباراة يقول ضربة خطأ من الجهة اليمنى، سقوط الحارس مطر سالم أمامنا على الصورة في اللقطة الماضية الذي ربما تعرض لإصابة، وبالتالي حكم المباراة يوقف هذا اللقاء. أذكر بأنه كما قلت السد يعني بثلاث بطولات واحتل المركز الثاني مرة واحدة ومركز ثالث في مناسبة واحدة. الريان والآخر توج ثلاث مرات وكان في المركز الثالث مرتين. الغرافة توج ببطولة واحدة واحتل المركز الثاني في مناسبة واحدة وثلاث مرات على مستوى المركز الثالث.
الأرقام تقول بأن السد والريان أكثر المتواجدين، والريان أكثر من احتل المركز الثاني، والغرافة أكثر من جاء ثالثا. ضربة خطأ الآن من الجهة اليمنى لصالح نادي الأهلي في التنفيذ. فهد الحداد، فهد الحداد من الجهة اليمنى، هل يأتي الهدف التعادل من كرة مباشرة، من كرة عرضية؟ ربما تجد رؤوس مهاجمي ومدافعي نادي الأهلي. انتظر طبعا صافرة الحكم علي الحداد. ضربة خطأ في التنفيذ، هذا اللاعب أمامنا على الصورة، فهد الحداد. فهد ينفذ الكرة بهذه الطريقة، ما زالت خطيرة، فرصة خطيرة جدا، ما زالت الخطورة دائما من الجهة اليمنى، تصل لأحمد حسين المراوغة، لكن يفقد توازنه في اللقطة الماضية، وحكم المباراة يقول ضربة خطأ، حكم المباراة يقول ضربة خطأ. هل كان هنالك احتكاك في اللقطة الماضية؟ في انتظار طبعا الإعادة من مخرج المباراة. شوف الكرة الماضية، كان هنالك احتكاك، طبعا كان هنالك احتكاك في الوهلة الأولى من عبد العزيز المري أمامنا على الصورة، ومن تدخل، وبالتالي ضربة خطأ من الجهة اليمنى. حكم المباراة يقول دقيقتين كوقت بدل ضائع. ضربة خطأ في التنفيذ هذه المرة، عبد الله سمير، عبد الله سمير وحسين الحيفي. حسين التصويبة حاضرة، حسين حاول مباغتة الحارس مطر سالم في اللقطة الماضية، لكن الكرة تعلو الأخشاب أمام أنظار المدرب خورخي الذي حتى اللحظة يبحث عن الوصفة، وصفة تسجيل هدف التعادل، ومن ثم البحث عن الانتصار في الجولة الثانية. لم يتبقى الكثير، دقيقة وثواني معدودة على نهاية هذا اللقاء. كرة من الجهة اليسرى، الانطلاقة دائما عن طريق علي المري، علي المتابعة من عبد الله سمير، علي التحضير، فرصة خطيرة، والحارس مروان بدر الدين يتدخل. تصل الكرة دائما أهلاوية، دائما هذه المرة من الجهة اليمنى، تحضر الكرة للاعب رقم 10 عبد الرحمن بطاوي، تضيع تعود مرة أخرى لنادي معيذر. من الجهة اليسرى هذه المرة رمية تماس، طبعا لم يتبقى الكثير عن إعلان نهاية الجولة الأولى بانتصار نادي معيدر، الذي كان يعني ناجعا في فرصه الخطيرة في آخر دقائق الجولة الأولى. تلعب الكرة دائما لنادي معيدر، والدفاع الأهلاوي يتدخل ويبعد الكرة دائما، صراع كبير جدا في هذه اللحظات، والبحث عن اللاعب عن أخطاء المنافس. تصل الكرة دائما لنادي معيدر، التدخل دائما من مدافعي نادي الأهلي. هذه المرة من الجهة اليسرى لمعيدر، وحكم المباراة في هذه اللحظات طبعا الحكم علي الحداد يعلن عن نهاية الجولة الأولى بانتصار نادي معيدر بهدف للصفر. متابعي قنوات الكاس الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا إلى أرضية ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الأهلي من أجل متابعة مجريات الجولة الثانية هنا في افتتاح مباريات الأسبوع السابع من الدوري القطري للشباب، الجولة الثانية التي سنبدأها بتغيير لصالح نادي الأهلي بدخول اللاعب عبد الله الصالح مكان اللاعب خالد محمد. خالد محمد يخرج في هذه اللحظات، وهذا هو التغيير الثاني للمدرب خورخي بيريس في المباراة، هو من قام بتغيير في الجولة الأولى بإقحام أسامة الشمس مكان اللاعب محمد الخلف، وبالتالي تغيير ثاني للمدرب نادي الأهلي في المقابل، تغيير ولا تغيير للمدرب السوري محمد ركان قائد سفينة نادي معيذر في هذه المباراة. أذكر مشاهدينا الكرام على السريع بتشكيلة الفريقين، نادي معيدر يدخل بالأسماء التالية وهي نفس أسماء الجولة الأولى. في حراسة المرمى مطر سالم 22، رباعي الدفاع 8 محمد المري، ظافر القحطاني 2، 4 عبد الله محمد، 6 عبد العزيز المري، وفي وسط الميدان نجد علي الغياثين 15، 10 باسم حسن، 19 مالك حسن، 14 علي المري، وفي الهجوم الثنائي حمد سالم 11، وابراهيم احمد رقم 20. في المقابل
نادي الأهلي بتغييرين، اثنين تغيير في الجولة الأولى وتغيير في الجولة الثانية في حراسة المرمى نمبر 1 مروان بدر الدين، رباعي الدفاع 2 عبد الله السمير، 3 حسين الحيفي، 23 محمد فاروق، 7 فهد الحداد، وفي وسط الميدان نجد 21 جابر صالح، 5 أحمد حسين، 20 أسامة شمس، وفي الهجوم نجد الثلاثي صالح المري 18، 10 عبد الرحمن بطاوي، 20 أسامة الشمس أو اللاعب سعود الأحمد. إذن كما قلت هذه هي تشكيلة الفريقين في هذه المباراة في الجولة الثانية التي تبدأ بضغط لنادي معيدر الذي يحاول أن يسجل الهدف الثاني ويطمئن على نتيجة المباراة. تذكر بأنه الهدف الوحيد في هذه المباراة سجله اللاعب باسم حسن من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر الجولة الأولى. كرة دائما من الجهة اليمنى لنادي الأهلي الذي يضغط في هذه اللحظات بغيته على الوصول إلى شباك الحارس مطر السالم. الضغط ثم الضغط من عناصر نادي الأهلي، لأنه كما قلت الفريق يعاني في أسفل الترتيب، هو من يمتلك في رصيده نقطتين فقط من 5 مباريات، أي من أصل 15 مباراة، ولا يريد خسارة المزيد من النقاط، نزيف النقاط الذي قد يجعل النادي في موقف لا يحسد عليه على مستوى جدول الترتيب. أذكر بأنه هناك فريق آخر يعاني وهو النادي الخريطيات بدون أي رصيد من النقاط وبخمس هزائم متتالية. نادي الخريطيات تمكن من تسجيل هدف واحد فقط من 5 جولات، وفي المقابل استقبلت شباكه 26 هدفا. هنا التصويبة حاضرة من مهاجم نادي معيدر، لكن الحارس مروان بدر الدين في المكان المناسب، الحارس الذي قلت بأنه يعتبر الحارس الثاني للعنابي القطري والحارس الثاني الذي كان حاضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا في أندونيسيا أواخر السنة القادمة سنة 2018. العنابي القطري الذي تجاوز يعني فرق أو منتخبات العراق ولبنان في مجموعة أقيمت مبارياتها هنا على يعني الملاعب القطرية في العاصمة الدوحة. العنابي كان تجاوز في المباراة الأولى المنتخب اللبناني للشباب، وفي المباراة الثانية في مباراة تاريخية تجاوز منتخب ليوث الرافدين بركلات الترجيح ليتأهل كمتصدر المجموعة، يليها المنتخب العراقي الذي تأهل هو الآخر لكأس آسيا للشباب السنة القادمة في أندونيسيا. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح نادي معيدر في اللقطة الماضية، الاحتكاك في الكرة الماضية، مالك حسن يحصل على ضربة خطأ بعد التدخل من لاعب نادي الأهلي في اللقطة الماضية بهذه الطريقة، وبالتالي حكم المباراة علي الحداد لا يتردد وأعلن عن ضربة خطأ نفذت بسرعة. تصل الكرة إلى الحارس مروان بدر الدين، يحضر الكرة في الجهة اليمنى عن طريق فهد الحداد، تعود لمدافعي نادي الأهلي دائما في الجهة الدفاعية أسامة شمس على البديل في الجولة الأولى، يحضر الكرة لأحمد حسين، أحمد حسين بدوره يمرر الكرة في اتجاه اللاعب جابر صالح في وسط الميدان، محاولة المراوغة، حكم المباراة يقول ضربة خطأ في اللقطة الماضية. عبد الله صالح هو من دخل مع بداية الجولة الثانية، لاعب رقم 15، شوف الكرة الماضية والتدخل بهذه الطريقة، وبالتالي ضربة خطأ لصالح نادي الأهلي خارج مستطيل العمليات. فرصة أخرى مناسبة للعميد الأهلاوي لتعديل الكفة في الجولة الثانية أمام أنظار الحارس مطر سالم الذي أكيد غير مستعد لاستقبال هدف من مهاجمي نادي الأهلي في هذه اللحظات، إن هو أراد طبعا رفقة فريقه حجز نقاط هذه المباراة كاملة والوصول إلى النقطة التاسعة. ضربة خطأ الأقرب إليها اللاعب فهد الحداد إلى جانب أحمد حسين،
يبدو بأنه فاد من سيكون في التنفيذ. تنفذ الكرة ومطر سالم في المكان المناسب. حارس ممتاز أمانة وتصدي جميل جدا، وأيضا يعني على مستوى الكرات العالية عادة ما يفوز هذا الحارس بالكرات الثنائية مع مهاجمي نادي الأهلي. كرة دائما لنادي معيذر من هجمة مرتدة سريعة من الجهة اليسرى، دائما محاولة التوغل ما زالت الكرة، فرصة خطيرة ممكن تحضير الكرة تحضر، لكن الدفاع يتدخل، دفاع نادي الأهلي. تصل إلى اللاعب عبد الله صالح، عبد الله البديل مع بداية الجولة الثانية، يقحمه المدرب في وسط الميدان. ربما المدرب خورخي بيرس أدرك بأنه يعني الصعوبة التي يجدها الفريق هي في وسط الميدان. تمريرة جميلة جدا من الجهة اليمنى، ما زالت خطيرة والدفاع يتدخل. الأهلي يضغط في هذه اللحظات باحثا وطامحا في الوصول إلى شباك الحارس مطر سالم. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لصالح نادي معيذر في اللقطة الماضية. أمام على الصورة صالح المري الذي حاول في اللقطة الماضية، شوف التدخل بهذه الطريقة والمراوغة الأكثر من رائع، لكن حكم المباراة يعود إلى ضربة خطأ لصالح نادي معيذر. لقطة جميلة جدا، راوغ لاعبين، مر من بين لاعبين ثم راوغ على طريقة الظاهرة الفرنسية الجزائرية زين الدين زيدان. تصل الكرة الآن لدفاع نادي الأهلي عن طريق اللاعب حسين الحيفي، يحضر الكرة من الجهة اليسرى أسامة شمس. أسامة يحاول التوغل، يحاول المراوغة، ممكن التصويب، حكم المباراة يقول ضربة خطأ، حكم المباراة يقول ضربة خطأ في هذه اللحظات لصالح نادي الأهلي الذي يضغط مع بداية الجولة الثانية ولا يريد أن يترك الفرصة لنادي معيذر لتسجيل الهدف الثاني وحسم مجريات هذا اللقاء، لأنه فارق هدفين من الصعب جدا، لا أقول من المستحيل ولكن من الصعب جدا على نادي الأهلي تدويب فارق هدفين والانتصار. قلت بأن الأهلي اليوم يحتاج إلى الانتصار، يعني حتى التعادل بمثابة هزيمة للعميد الأهلاوي. ربما المدرب سيقوم بتغييرين متتاليين في هذه اللحظات، الأقرب دخول سعود الأحمد، سعود الأحمد مكان صالح المري رقم 18. سعود الأحمد طبعا هو من يدخل في اللقطة الماضية. ربما تغييرين كما قلت، هناك أيضا جاسم النجار، جاسم النجار في انتظار طبعا مكان من سيدخل، جاسم النجار مكان اللاعب عبد الله سمير في اللقطة الماضية. جاسم النجار دخول يعني لاعب وسط ميدان مكان مدافع، ودخول أيضا مهاجم مكان مهاجم آخر اسمه صالح المري، وبالتالي المدرب الإسباني يريد أن يرمي بكامل أوراقه ويريد تحقيق الانتصار في هذه المباراة. تغييرات يعني تظهر مدى أهمية هذا اللقاء ومدى حاجة نادي الأهلي لتحقيق الانتصار والفوز بنقاط هذه المباراة. يعني إقحام لاعب وسط ميدان هجومي مكان مدافع، وبالتالي هل يكتفي نادي الأهلي بثلاث مدافعين فقط عوض أربع مدافعين، وهو من عانى في الجولة الأولى يعني أمام سرعة مهاجمي نادي معيذر الذي هو الآخر سيقوم بتغيير في هذه اللحظات. دخول محمد الشاكر، محمد الشاكر يدخل مكان اللاعب علي الغياثين في اللقطة الماضية. تغيير هو الأول لنادي المعيذر في الجولة الثانية، وبالتالي الرد من المدرب السوري محمد راكان من أجل ربما الحد من سرعة اللاعب البديل جاسم النجار الذي أقحمه المدرب الإسباني خورخي بيرس. حكم المباراة يقول ضربة خطأ، ضربة خطأ من الجهة اليمنى، والتدخل كان واضح جدا من حسين الحيفي. أمامنا على الصورة تدخل بدون كرة على اللاعب سعود الأحمد الذي دخل قبل لحظات، وبالتالي ضربة خطأ من الجهة اليمنى لصالح نادي معيذر. التدخل كان على حمد سالم في اللقطة الماضية. تنفذ الكرة الرأسية حاضرة، الرأسية حاضرة من إبراهيم أحمد،
إبراهيم أحمد حاول مباغتة الحارس مروان بدر الدين. شوف الكرة الماضية الارتقاء والرأسية حاضرة من أمام مدافعي نادي الأهلي. كرة كانت يعني مقوسة بشكل جميل وجميل جدا، تصل الكرة في وسط الميدان دائما لصالح العميد الأهلاوي الأقرب إليه أحمد حسين. أحمد يحضر الكرة من الجهة اليسرى أسامة شمس. أسامة شمس على التمرير والمتابعة دائما عن طريق سعود أحمد أو هذا جابر صالح. المراوغة تصل الآن إلى سعود. سعود أحمد يختار المراوغة. حكم المباراة يقول ولا شيء، ممكن هجمة مرتدة تضيع تعود بسرعة من دفاع نادي الأهلي. حسين الحيفي يحضر الكرة في الجهة اليمنى للعميد الأهلاوي الذي يطمح في هذه اللحظات في رفع إيقاع هذه المباراة. حكم المباراة يقول ضربة خطأ في اللقطة الماضية بعد التدخل في حق المهاجم جاسم النجار في اللقطة الماضية، تدخل واضح وبالتالي ضربة خطأ من الجهة اليمنى. لاعب ممنوع على الصورة اللاعب رقم 9، إمكانيات هجومية أكثر من رائعة وبالتالي هي فرصة لنادي الأهلي من أجل تسجيل هدف التعادل ومعادلة الكفة في هذه المباراة. ضربة خطأ من الجهة اليمنى في انتظار من سيكون في تنفيذ هذه الكرة. يقف على الكرة حسين الحيفي تنفذ الكرة والحارس مطر سالم يتدخل بطريقة جميلة جدا. حارس ممتاز، شابو لهذا الحارس، تدخلات جميلة جدا. شوف الكرة الماضية بعد ذلك تدخل المدافع ظافر القحطاني في اللقطة الماضية وبالتالي الركنية من الجهة اليمنى للعميد الأهلاوي. تلعب الكرة خطيرة جدا، كرة خطيرة في اللقطة الماضية، الرأسية كانت حاضرة من أحمد حسين ممنع على الصورة. شوف الارتقاء بهذه الطريقة والخروج الخاطئ من مطر سالم. رأسية كان بالإمكان أن تأتي بهدف التعادل لنادي الأهلي الذي كان قريب جدا في الكرة الماضية من الوصول إلى شباك نادي معيذر. تعود الكرة دائما لنادي معيذر، كرة بينية جميلة جدا، الانطلاقة السرعة حاضرة من حمد سالم. حمد يتوغل حمد لكن الكرة تغادر وبالتالي ضربة مرمى لصالح نادي الأهلي في اللقطة الماضية. الأهلي الذي ربما نتائجه في دوري النجوم تختلف نسبيا على مستوى هذه الفئة، فئة الشباب، وهو من يحتل المركز السادس على مستوى دوري النجوم ب 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخمس هزائم. مركز يعني لا بأس به للعميد الأهلاوي في المقابل نادي معيذر أو الفريق الأول لنادي معيذر الذي يمارس في دوري الدرجة الثانية، يعاني يعني في أسفل الترتيب وهو من يحتل المركز الخامس والأخير بخمس نقاط من 3 هزائم وخمس تعادلات وبدون أي انتصار خلف نادي مسيمير صاحب المركز الرابع. أذكر بأن الشحانية هو من يتصدر الدوري ب 18 نقطة. تصل الكرة دائما في وسط الميدان لنادي معيذر، تحضر الكرة في اتجاه اللاعب إبراهيم أحمد الأقرب إليها الحارس مروان بدر الدين. مروان يحضر الكرة حسين الحيفي أو هذا اللاعب رقم 23 في اللقطة الماضية دائما لعناصر النادي الأهلي محمد فاروق. يحضر الكرة من الجهة اليمنى، تمريرة جميلة الانطلاقة من سعود الأحمد والدفاع يتدخل عن طريق اللاعب ظافر القحطاني أمامنا على الصورة. سعود الأحمد البديل في الجولة الثانية والتدخل من المدافع ظافر القحطاني. رمي التماس من الجهة اليمنى للنادي الأهلي، تنفذ الكرة بهذه الطريقة والبحث عن التمريرات العرضية القصيرة تقطع مرة أخرى من الدفاع. الانطلاقة فرصة مناسبة، فرصة مناسبة لنادي معيذر عن طريق إبراهيم أحمد. الانطلاقة المراوغة فرصة ما زالت والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل عن طريق المقاتل حسين الحيفي في اللقطة الماضية. سرعة كبيرة جدا للمهاجم إبراهيم أحمد لكن التدخل أكثر من رائع من حسين الحيفي الذي أبعد الكرة في اللقطة الماضية. إبراهيم أحمد يبقى أخطر عنصر في صفوف نادي معيذر، يا
يعني أكثر عنصر نشاطا على المستوى الهجومي. كرة من الجهة اليمنى تخرج رمية التماس، هذه المرة دائما لصالح نادي معيذر. حكم المباراة يقول تغيير في هذه اللحظات، تغيير ربما سيدخل لاعب جابر المري، نعم جابر المري مكان اللاعب حمد سالم رقم 11، وبالتالي دخول مهاجم مكان مهاجم. التغيير الثاني للمدرب محمد ركان في المقابل، ثلاث تغييرات للمدرب الإسباني خورخي بيريس. خروج حمد سالم أمامنا على الصورة، قدم يعني مباراة جيدة على مدار 60 دقيقة أو 62 دقيقة. دخول جابر المري في اللقطة الماضية، تعود الكرة دائما آلاوية للحارس مطر سالم، لحارس نادي معيذر. الأهلي يبحث في هذه اللحظات يعني بكل الطرق الوصول إلى شباك نادي معيذر ومعادلة الكفة، لأن دقائق المباراة تتسارع بشكل يعني سريع بالنسبة لنادي الأهلي، وبشكل بطيء للفريق الخصم نادي معيذر الذي يريد أن تنتهي المباراة في هذه اللحظات بانتصاره بهدف لصفر، لكن الأهلي ربما لن يسمح بذلك. على الانطلاقة من الجهة اليمنى تحضر الكرة، ممكن التصويب، تحضر الكرة مرة أخرى أهلاوية، فرصة للتصويب من هذا المكان، التصويبة حاضرة، التصويبة حاضرة في اللقطة الماضية لكنها كانت محادية لمرمى الحارس مطر سالم. تصويبة أكثر من رائعة، شوف التحضير في اللقطة الماضية، على الانطلاقة ثم التصويب من سعود الأحمد، تصويبة جميلة جدا. سعود الأحمد حصل على الكرة ثم صوبها لكنها كانت محادية. هنا فرصة أخرى لنادي معيذر، والتدخل، التدخل الانتحاري من اللاعب أسامة شمس، تدخل من أمام سرعة اللاعب جابر المري، تدخل جميل جدا يحسب لهذا اللاعب. وبالتالي رمية التماس من الجهة اليمنى لصالح نادي معيذر، تنفذ من محمد شاكر، تنفذ الكرة، تعود مرة أخرى من دفاعات نادي الأهلي. معيذر يحاول الضغط على الأهلي وعدم ترك الفرصة للفريق الأهلاوي من أجل يعني اللعب بالطريقة التي يشاء، ومن أجل البحث عن الحلول التي بإمكانها أن تأتي بالهدف التعادل. رمية التماس أهلاوية من الجهة اليسرى عن طريق أسامة شمس، من سيكون في التنفيذ، ينفذها أسامة شمس، تصل الكرة دائما أهلاوية في وسط الميدان بالكعب دائما الأقرب إليها مهاجم نادي معيذر. تضيع، تعود مرة أخرى دائما للعميد الأهلاوي، حكم المباراة يقول لا وجود لخطأ دائما من الجهة اليمنى لنادي معيذر. التوغل على الانطلاقة، السرعة حاضرة، ممكن التصويب من باسم حسن، تحضر الكرة، فرصة، والحكم قبل ذلك أعلن عن تسلل، الحكم أعلن عن تسلل في اللقطة الماضية. عبد الله الشمري في انتظار طبعا الإعادة، شوف الكرة الماضية، طبعا تسلل واضح للعيان، وبالتالي ضربة خطأ غير مباشرة لصالح نادي الأهلي. خورخي بيرس لا زال يقدم التعليمات، كرة دائما خاطئة تعود لنادي المعيدر، فرصة خطيرة، فرصة الثاني ضاعت في اللقطة الماضية عن طريق اللاعب إبراهيم أحمد، كانت فرصة مناسبة أمانة لتسجيل على الهدف الثاني في هذه المباراة لنادي معيدر. شوف الكرة، استلم الكرة فيس تو فيس مع الحارس مروان بدر الدين، أراد أن يضع في الجهة اليمنى أو في أقصى الجهة اليمنى للحارس مروان. شوف الكرة الماضية كيف استلم الكرة بالرجل اليسرى وبمهارة كبيرة جدا، لكن الكرة يعني كانت محادية لمرمى الحارس مروان بدر الدين. ضاعت فرصة أخرى لنادي معيذر لقتل هذه المباريات، فرصة الهدف الثاني، ومع تسارعت نبضات قلوب جماهير نادي الأهلي. كرة من الجهة اليمنى أهلاوية، تنفذ الكرة العرضية خطيرة جدا، والحارس مطر سالم يغير اتجاه الكرة إلى الركنية، كانت فرصة مناسبة للعميد الأهلاوي، فرصة مناسبة للعميد الأهلاوي في اللقطة الماضية. ركنية الآن من الجهة اليسرى، شوف الكرة كيف
نفذت من فهد الحداد ومطر سالم يغير اتجاه الكرة. ضاعت الكرة الماضية بين أحضان هذا الحارس مطر سالم الذي يقدم يعني مباراة مثالية، كان صدا منيعا في العديد من الكرات لمهاجمي نادي الأهلي خاصة في الجولة الأولى. كرة دائما في وسط الميدان، الانطلاقة أهلاوية عن طريق اللاعب أحمد حسين، أحمد المراوغة، التدخل دائما من دفاع نادي معيذر، مراوغة دائما التوغل، فرصة خطيرة والدفاع يتدخل مرة أخرى، تحضر الكرة بينية جميلة جدا في اتجاه اللاعب إبراهيم أحمد. إبراهيم تمريرة جميلة جدا، الفكرة كانت رائعة، تعود مرة أخرى لنادي معيذر لإبراهيم أحمد. إبراهيم يعيد الكرة لمالك حسن، التصويب من مالك لكن الكرة يعني بعيدة عن مرمى الحارس الكابيتانو مروان بدر الدين في اللقطة الماضية، وبالتالي ضربة مرمى لصالح نادي الأهلي. العنابي الذي قلت تأهل إلى بطولة آسيا للشباب التي ستقام السنة القادمة مع نهاية السنة القادمة في شهر أكتوبر في أندونيسيا. العنابي الذي شارك في بطولة آسيا للشباب في 13 مناسبة، حقق اللقب مرة واحدة وكان ذلك في نسخة ميانمار سنة 2014 بعد فوزه على كوريا الشمالية بهدف لصفر في النهائي، وحصد اللقب الآسيوي وكان وصيفا لكأس آسيا للشباب سنة 80 900 و1000، البطولة التي نظمت هنالك في تايلاند. سبق لقطر أيضا أن نظمت البطولة مرتين، أولى سنة 88 900 و1000 حين حل العنابي ثالثا، البطولة التي توج بها المنتخب العراقي وكان المنتخب السوري وصيفا لها. عاد بعد ذلك العنابي لينظم البطولة سنة 2002 واكتفى بالمركز أو بالدور الأول، البطولة التي توج بها الشمشون الكوري. فرصة خطيرة لنادي معيدر في اللقطة الماضية وتدخل أكثر من رائع من مروان بدر الدين، فرصة كانت مناسبة لتسجيل الهدف الثاني. شوف الكرة على البينية، شوف الوان تور خذوات ثم التصويب والتدخل من الحارس مروان بدر الدين، تدخل جميل جدا يبعد به الكرة إلى الركنية. معيذر كان قريب جدا من الوصول إلى شباك النادي الأهلي عن طريق البديل جابر المري، تنفذ الركنية والحارس يبعد الكرة بقبضتين حديديتين. ما زالت الكرة لنادي معيذر، المراوغة، حكم المباراة يقول ضربة مرمى لصالح نادي الأهلي. قلت بأن العنابي القطري نظم يعني بطولة آسيا للشباب في مناسبتين، المناسبة الثانية يعني اكتفى بالدور الأول، والبطولة التي توج بها الشمشون الكوري الجنوبي على حساب الساموراي الياباني. هنا الانطلاقة دائما من الجهة اليسرى لنادي معيذر، تصل الكرة للخطير أحمد إبراهيم، فرصة خطيرة جدا لكن الكرة تخرج إلى الركنية بعد الإبعاد من الحارس مروان بدر الدين. ركنية من الجهة اليمنى، شوف الكرة على الماضية والتدخل من الحارس، هل لمس الحارس الكرة على الماضية؟ شوف التدخل على الماضي، مشكوك في أمره على أي حكم المباراة قال ركنية. ركنية من الجهة اليمنى لنادي معيدر الأخطر في هذه اللحظات والأكثر قربا من الوصول إلى شباك نادي الأهلي للمرة الثانية في هذه المباراة. تنفذ الركنية الراسية حاضرة لكنها بدون أي عنوان، عنوانها الأبرز خارج رقعة الميدان. شوف الكرة الماضية والانفراد من اللاعب رقم 9 جابر المري، لكن التدخل كان حاضر من المدافع محمد فاروق قبل أن يتدخل الحارس مروان بدر الدين في اللقطة الماضية. كنت أتحدث عن العنابي القطري الذي تأهل إلى بطولة آسيا للشباب في أندونيسيا وحصوله على اللقب سنة 2014. لا يجب أن ننسى بأن أعظم إنجاز للكرة القطرية على مستوى فئة الشباب في البطولات العالمية كان سنة 81 900 و1000، المونديال الذي صنع فيه شباب قطر التاريخ بعد صعودهم
للنهائي العالمي وخسارتهم أمام ألمانيا الغربية آنذاك في النهائي. العنابي تجاوز آنذاك منتخب بولندا بهدف للصفر وتعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لمثله وخسر أمام الأوروغواي ليتأهل كوصيف المجموعة خلف الألبي سيليستي. في دور ربع النهائي تجاوزت قطر منتخب السيليساو البرازيلي بثلاث أهداف مقابل هدفين وفازت على إنجلترا في المربع الذهبي بهدفين لصفر قبل خسارة النهائي أمام ألمانيا الغربية. البطولة التي أكيد أنجبت لاعبين كبار يعني وضعوا يعني أساميهم في لائحة نجوم القطريين أمثال إبراهيم خلفان، خالد سلمان، عبد الله مبارك، بدر بلال، أحمد ماجد، ماجد بخيت، ناصر سالم، والقائمة طويلة جدا في انتظار طبعا إنجاز القادم في بطولة آسيا في أندونيسيا. كل توفيق للعنابي القطري ولكل التوفيق أيضا لكل المنتخبات العربية. تغيير في هذه اللحظات، دخول محمد عبد الرزاق. محمد عبد الرزاق يدخل في هذه اللحظات مكان اللاعب جابر صالح. جابر صالح هو من يخرج في هذه اللحظات ودخول اللاعب رقم 24 محمد عبد الرزاق. محمد عبد الرزاق التغيير الرابع لمدرب نادي الأهلي خورخي بيريس. حكم المباراة يقول ضربة خطأ في هذه اللحظات لصالح نادي معيذر في اللقطة الماضية. شوف الصراع الكبير، باسم حسن سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة في صراع مع اللاعب أحمد حسين، وبالتالي ضربة خطأ الآن لصالح نادي معيذر خارج مستطيل العمليات، ليست بالبعيدة وليست بالقريبة أيضا، في انتظار هل ستأتي بالجديد وفي انتظار من سيكون في تنفيذها في صفوف نادي معيذر. تنفذ الكرة بهذه الطريقة، التصويبة حاضرة من اللاعب رقم ثلاثة محمد شاكر أمامنا على الصورة. كرة حضرت من باسم حسن لكن التصويبة كانت ضعيفة نوعا ما، وبالتالي تخرج ضربة مرمى لصالح نادي الأهلي في اللقطة الماضية. ضربة مرمى للعميد الآلاوي الذي يعجز حتى اللحظة عن إيجاد الحلول وعن الوصول إلى شباك نادي معيذر. معيذر ينتشر بشكل جيد جدا، يخول له على الفوز بالثنائيات وايضا يخول له يعني السيطره على الاظهره. تخرج الكره رميه تماس، رميه تماس من الجهه اليمنى عن طريق اللاعب جابر المري. جابر المري الرقم تسعه، رميه تماس في تنفيذها محمد شاكر. محمد شاكر تنفذ الكرة على الإبعاد دائما من الدفاع، تصل الكرة دائما في وسط الميدان هذه المرة من الجهة اليسرى لنادي معيذر. صراع كبير جدا، حكم المباراة ماذا يقول؟ رمية تماس، رمية تماس للعميد الآلاوي من الجهة اليسرى. شوف التدخل في اللقطة الماضية والصراع البدني الكبير والكبير جدا بين لاعبو الفريقين. محمد المري تدخل من امام احمد حسين، احمد تمرر الكره بين قدمي اللاعب علي المري، تصل الى الجهه اليمنى دائما عن طريق فهد الحداد. فهد يراوغ على الانطلاقه من الجهه اليمنى، تحضر الكره بهذه الطريقه ودفاع نادي معيذر يتدخل ويبعد الكره دائما للمناطق الخاصه بنادي الاهلي. كره دائما اهلاويه في وسط الميدان، يحاولون الرفع من ايقاع المباراة في هذه اللحظات ويحاولون إيجاد الحلول التي غابت على مدار 76 دقيقة من عمر هذه المباراة. تنفذ الكرة، فرصة خطيرة دائما أهلاوية، فرصة خطيرة للعميد الأهلاوي، تحضر الكرة، ممكن تبرير الكرة من الجهة اليمنى، فرصة للتصويب، التصويبة حاضرة والحارس مطر سالم في المكان المناسب. شوف الكرة الماضية، التحضير بهذه الطريقة على مرتين ثم التصويب ومطر في المكان المناسب، ينقذ مرمى معيذر من هدف تعديل الكفة، هدف النقطة الواحدة لكل فريق. معيذر يريد أن يخطف نقاط هذه المباراة كاملة، غير مستعد لخسارة نقاط هذه المباراة. شوف اللقطة الماضية،
والتصويب بهذه الطريقة والتألق من الحارس مطر سالم الحارس الذي كان في المكان المناسب. شوف التصويبة من اللاعب رقم 9 جاسم النجار. كرة دائما أهلاوية، البحث عن الضغط، البحث عن التصويب ممكن من هذا المكان. الدفاع يتدخل مرة أخرى، حكم المباراة يقول لا وجود لخطأ. ضغط في هذه اللحظات للعميد الأهلاوي، الضغط مستمر والضغط يولد الانفجار، فهل ستولد الأهداف؟ فرصة للتصويب، جول جول جول، هدف تعديل الكفة للعميد الأهلاوي، هدف تعديل الكفة عن طريق بطاوي، هدف جميل جدا من خارج مستطيل العمليات. قلت بأن الضغط يولد الانفجار، انفجار عن طريق اللاعب عبد الرحمن البطاوي. شوف الكرة كيف حضرت من أحمد حسين، المراوغة تحضر الكرة، استلم الكرة، صوب الكرة قوية جدا قوية جدا على الحارس مطر سالم. هدف تعديل الكفة للعميد الأهلاوي، غاب كثيرا هذا الهدف على مدار 78 دقيقة، يأتي على بعد 12 دقيقة من نهاية هذه المباراة. هدف مهم جدا لأبناء المدرب خورخي بيريس، وهدف قاسي أكيد على أبناء المدرب السوري محمد راكان. دفعوا كثيرا وحاولوا أيضا وكانوا قريبين أمانة من تسجيل الهدف الثاني وقتل مجريات هذا اللقاء، لكن يأتي الهدف الثاني في المباراة وهدف التعادل لنادي الأهلي عن طريق اللاعب عبد الرحمن بطاوي رقم 10. رقم 10 سجل للأهلي، ورقم معيدر افتتح النتيجة لنادي المعيدر عن طريق باسم حسن. الضغط دائما من الجهة اليمنى، هل يأتي الهدف الثاني في هذه اللحظات؟ لو يأتي الهدف الثاني في هذه اللحظات سيكون صعب وصعب جدا على نادي معيدر تقبله. تلعب الكرة خطيرة جدا والحارس مطر سالم يتدخل، ما زالت الخطورة، فرصة للتصويب، جول جول جول، الثاني الثاني الثاني، أحمد حسين يقضي على أمال نادي معيدر في هذه اللحظات. هدف قاسي وقاسي 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 جدا، دافعوا كثيرا، يأتي هدف الثاني في هذه اللحظات، هدفين ربما في أقل من 5 دقائق أو أقل من ذلك بكثير عن طريق أحمد حسين، تصويبتين متتاليتين. شوف الكرة الماضية، التدخل من مطر سالم ثم التصويبة القوية من أحمد حسين، يقلبون الطاولة، هكذا هي الريمونتادا الأهلاوية. شوف الكرة الماضية والتصويبة، مطر سالم قصر القامة لا تساعد هذا الحارس في التصدي للكرات العالية، وبالتالي الأهلي يعني يسجل الهدف الثاني ويخالف كل التوقعات، التوقعات التي كانت تقول بأن نادي معيدر يسير نحو تحقيق النقاط الثلاث. حقيقة كرة القدم أمرها غريب وغريب جدا، أمرها عجيب وعجيب جدا، أن تسجل هدف وتدافع كثيرا وتكون أنت الأقرب لتسجيل الهدف الثاني وبعد ذلك تستقبل هدفين في أقل من 3 دقائق، هذا ما يسمى الإعجاز الكروي في عالم الساحرة المستديرة. كرة من الجهة اليمنى لنادي معيدر، تنفذ الكرة دائما. معيدر الآن كان قبل لحظات ذكروني، قبل 5 دقائق كان يحاول البحث عن الهدف الثاني، هدف الانتصار وتأمين الغلة، الآن يبحث عن هدف تعديل الكفة، هدف معادلة نتيجة هذه المباراة، وهو من استقبل هدفين في أقل من 3 دقائق. شوف الكرة الماضية والصراع الكبير، حكم المباراة
طيلة مجريات الجولة الأولى وأيضا دقائق الأولى للجولة الثانية. وجه مغاير والنتيجة أكيد يعني تخدم الفريق بشكل كبير وكبير جدا. كرة دائما حكم المباراة يشارك في اللقاء. سقوط أحد لاعبي نادي الأهلي، سقوط أحد لاعبي نادي الأهلي في وسط الميدان، اللاعب فهد الحداد في اللقطة الماضية. سلامات ودخول الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية. أمانة سيناريو غريب وغريب جدا أن يسجل الأهلي هدفين وهو من كان متأخر بهدف، والهدفين معا جاءوا في أقل من خمس دقائق أو أقل من ذلك بكثير. شوف الكرة الماضية والصراع الثنائي واللقطة التي أصيب من خلالها اللاعب فهد الحداد بعد التدخل من أمام الحارس أو اللاعب ياسم أو باسم حسن. سقوط اللاعب فهد الحداد، هل يضطر المدرب خورخي بيرس يعني التغيير الخامس، تغيير في هذه اللحظات لنادي معيدر، تغيير في هذه اللحظات لنادي معيدر. خروج اللاعب محمد المري ودخول سلطان المري، سلطان المري أمامنا على الصورة يدخل، وخروج اللاعب الظهير الأيسر محمد المري. التغيير أذكر بأنه هو الثالث للمدرب محمد ركان. وفي هذه اللحظات يستعد اللاعب فهد الحداد للعودة إلى رقعة الميدان. حكم المباراة أكيد بكل روح رياضية يضع الكرة بين لاعبي الفريقين، وبكل روح رياضية يعيد لاعبو نادي معيدر عن طريق مالك حسن للحارس مروان بدر الدين، حارس وحامي عرين نادي الأهلي في وسط الميدان. دائما أهلاوية تصل لأحمد حسين يحضر الكرة دائما، تمريرة جميلة جدا والدفاع يتدخل، تبعد مرة أخرى إلى رمية التماس الأهلي. الأهلي في الجولة الثانية ويسجل هدف مع بداية الجولة الثانية، لكن الهدف تأخر. وكل خيرة فيها خيرة كما يقال، وبالتالي هدفين في أقل من ثلاث دقائق لصالح نادي الأهلي عن طريق كل من أحمد حسين وقبله عبد الرحمن بطاوي. كرة دائما أهلاوية، تحضر الكرة من الجهة اليمنى الأقرب إليها الحارس مطر سالم في اللقطة الماضية، يتدخل من أمام مهاجمي نادي الأهلي. كرة من الجهة اليمنى تخرج رمية التماس لنادي معيدر، معيدر الذي يبحث في هذه اللحظات عن تعديل الكفة، ربما يريد فقط نقطة، وهو من كان يعني يريد التحقيق على الانتصار في هذه المباراة، وهذا حق مشروع طبعا لكل الأندية. على انطلاقة من الجهة اليسرى محاولة المراوغة، لكن المتابعة والتغطية حاضرة من اللاعب محمد فاروق، التغطية الأكثر من رائعة. ذكر بأنه على مستوى الجدول ترتيب على هدافين علي الشمري هو من يتصدر الجدول الترتيب بتسع أهداف. تغيير في هذه اللحظات، دخول اللاعب مشاري الجوف، مشاري الجوف يدخل في هذه اللحظات مكان اللاعب الرقم 20 إبراهيم أحمد. تغييرات كثيرة تابعناها في هذه المباراة لكلا الفريقين. طبعا هذا هو التغيير الرابع للمدرب السوري محمد ركان. لما كان نادي الأهلي هو المنهزم كان المدرب الإسباني
يعني يقوم بتغييرات كثيرة. الآن نفس الموقف يسقط فيه المدرب السوري محمد ركان، تنفذ الكرة في وسط الميدان، تقطع تعود مرة أخرى أهلاوية، الانطلاقة من الجهة اليسرى دائما لنادي الأهلي، الانطلاقة دائما والدفاع يتدخل بعده، يتدخل الحارس مطر سالم أمامنا على الصورة. عبد الله محمد مطر سالم يرسل الكرة في وسط الميدان، 3 دقائق والنصف على نهاية مجريات هذا اللقاء، تحضير بهذه الطريقة الانطلاقة، ممكن تعديل الكفة من هذه الكرة لنادي معيذر، والدفاع يتدخل عن طريق قلب الأسد محمد فاروق. محمد تنفذ الكرة تضيع تعود مرة أخرى لنادي معيذر، فرصة لتسجيل هدف التعادل في هذه اللحظات، تحضر الكرة من الجهة اليمنى لنادي معيذر دائما عن طريق باسم حسن، باسم يحضر الكرة، الدفاع الأهلاوي يتدخل ويبعد الكرة إلى الركنية من الجهة اليمنى، ركنية من الجهة اليمنى لصالح نادي معيذر. شوف اللقطة الماضية والكرة من اللاعب رقم 28، تنفذ الركنية ومروان بدر الدين يتدخل في اللقطة الماضية. اللقطة الماضية كان سلطان المري رقم 28، يعني المهاجم الذي حمه المدرب محمد ركان مكان محمد المري. كرة دائما لنادي المعيذر من الجهة اليمنى دائما على انطلاقة، ما زالت الكرة على رقعة الميدان، تخرج الآن من أمام المهاجم باسم حسن، مسجل الهدف الوحيد لنادي معيذر من ركلة جزاء. ذكر بأنه بعد هذه المباراة ستجرى مباشرة على نفس أرضية هذا الملعب، ملعب سعود بن عبد الرحمن، مباراة بين السد والخور، السد صاحب المركز الخامس والخور صاحب المركز الخامس عشر ب4 نقاط، وبالتالي صراع هو الآخر سيكون كبير، السد من أجل الالتحاق بمقدمة الترتيب والاقتراب أكثر من النادي الدحيل والغرافة، والخور والآخر يعني يعاني على مستوى أسفل الترتيب ب4 نقاط، يريد الوصول إلى النقطة السابعة، ومعيذر ربما يكتفي بنقاط الستة التي حصل عليها من 5 جولات، والخور أو الأهلي يسير نحو تحقيق انتصاره الأول في الدوري على حساب نادي معيذر، وبالتالي الوصول إلى النقطة الخامسة. حكم المباراة يشير على البطاقة الحمراء في حق اللاعب أمامنا على الصورة، لاعب نادي معيذر إبراهيم أحمد الذي كان يتواجد في دكة الاحتياط، ربما تصرف غير أخلاقي من هذا اللاعب. التدخل والقرار كان من حكم المباراة علي حداد بإشارة من الحكم الرابع أمامنا على الصورة خالد النابت، وهذا وارد في عالم كرة القدم، الحكم له الأحقية في إصدار القرارات الانضباطية حتى على مستوى دكة الاحتياط، حتى في حق المدرب والمساعد والطاقم الطبي. حكم المباراة يعني له صلاحيات أكثر يعني من الصلاحيات المتاحة له فقط داخل رقعة الميدان. أهلاوية دائما من الجهة اليمنى، تحضر الكرة بينية لكن الدفاع ليس دائما الفريق الذي يكون افضل داخل رقعه الميدان يحقق الانتصار، ولو انه الاهلي والاخر يعني في الجوله الاولى كان فريق منظم يعني في طيله دقائق الجوله الاولى. تنفذ الكره الركنيه، 3 دقائق كوقت بدل ضائع، يقول خالد النابت، ركنيه من الجهه اليسرى لصالح نادي معيذر في تنفيذ سلطان المري. سلطان تنفذ الكره والدفاع يتدخل عن طريق أحمد حسين على مرتين، صعود أكبر عدد من لاعبي نادي معيذر في هذه اللحظات، والأهلي يبحث عن الهجمات المرتدة السريعة. حكم المباراة يقول ضربة خطأ لنادي معيذر. شوف اللقطة الماضية والصراع بين
عبد العزيز المري وسعود الأحمد. شوف بعد مرة أخرى من اللاعب حسين الحيفي، تصل الكرة لوسط الميدان، يرجع الكرة من مدافعي نادي معيدر، لم يتبقى الكثير، دقيقتين، تصل الكرة علوية من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب جاسم النجار، تحضر الكرة دائما المراوغة على انطلاقة، فرصة للتصويب، فرصة للتصويب، فرصة للتصويب، فرصة للتصويب، الحارس يتدخل على مرتين، ما زالت الخطورة للعميد الأهلاوي والدفاع يتدخل، فرصة كانت مناسبة لتسجيل الهدف الثالث والقضاء على أحلام وأمال نادي معيدر في آخر دقائق هذه المباراة. لكن أمانة مطر سالم تدخل في كرة أكثر من رائعة، التوغل من عبد الرحمن بطاوي في اللقطة على الماضية والتدخل من الحارس، بعده تدخل المدافع على مرتين من جانب اللاعب عبد الله محمد. شوف الكرة الماضية والبراد الأكثر من رائع، كان بإمكاننا أن نتابع يعني الهدف قاتل، هدف القضاء على أحلام نادي معيدر في على العودة وتسجيل هدف التعادل وبالتالي الحصول على النقطة من هذه المباراة والوصول إلى النقطة السابعة. لكن الحارس مطر سالم تدخل وبعده كما قلت تدخل المدافع عبد الله محمد على مرتين أمام أنظار المدرب خورخي بيريس، الذي أكيد يعلم بأنه انتصار في مباراة اليوم سيكون مهم ومهم جدا من أجل الابتعاد نوعا ما، ولو أنه طبعا خمس نقاط ستجعل النادي يعني باقيا في المراكز السفلى، وبالتالي يحتاج النادي لتحقيق الانتصارات في باقي المواعيد. هنا كرة أهلاوية، الدفاع يتدخل، تخرج الكرة ركنية، ركنية من الجهة اليمنى، ربما تكون هي الكرة الأخيرة في هذه المباراة. شوف الكرة الماضية والتدخل الثنائي من الحارس والمدافع أيضا في اللقطة الماضية، ركنية أهلاوية من الجهة اليمنى، هل تأتي بالجديد للعميد الأهلاوي؟ تنفذ الكرة خطيرة جدا والإبعاد من دفاع نادي معيدر، ما زالت الخطورة أهلاوية دائما على المراوغة، جميل جدا، الله هي مراوغة وانتو، جميل جدا، ممكن تحضير الكرة، تحضر الكرة لكن دفاع نادي معيدر يبعد الكرة دائما، تصل إلى دفاع نادي الأهلي عن طريق حسين الحيفي بدوري لمروان بدر الدين، مروان بدر الدين يرسل الكرة إلى وسط الميدان، وفي هذه اللحظات ينهي حكم المباراة السيد علي الحداد نهاية هذه المباراة بانتصار نادي الأهلي بهدفين لهدف.